السلام عليكم أحباء الهبيدة من كل حدب وصوب. النهاردة معانا ومعاكم سلسلة جديدة هنبتديها، هنسميها هبدات تقنية. هتتكلم فيها عن بعض الأمور الشائكة، يعني إيه أنواع الشاشات، إزاي تشتري موبايل، الكاميرات أنواعها إيه، يعني حاجات من هذا القبيل. لكن قبل ما نبدأ الهبدات بتاعتنا نقول حاجة على السريع، هيجي لكم لينك فوق، مش هيبقى هنا ولا هنا مش عارف، مهم لما يطلع لكم اللينك ده، قناة حبيبنا الهستيري. الهستيري محلل كروي بس ده مزال العسل، يعني عيبه الوحيد انه زملكاوي. مش مشكلة بقى، هنتغاضى عن هذا العيب الله، يعني نحاول فكره يتغير في الفترات اللي جاية ان شاء الله. هيكون في بيني وبين يعني تعاون في الفترة الجاية، هيبقى في جيف اواي ومسابقة وحاجات كده، يعني مهم حاولوا تخشوا على اللينك بتاعه، اعملوا سبسكرايب في الشانل بتاعته، مش محتاج دعم، هو ما شاء الله معدي يعني، بس ايه اللي ما شافوش وما يعرفوش هتبسطوا منه جدا. اوكي، تنسوش وما تنسوش برضو تعملوا اللايك العظيم يليه السبسكرايب المتين، وما تنسوش تفعلوا النوتيفيكيشن بيل، ويلا بينا نبدأ هبدتنا اليوم. رجعنا لكم تاني مع اول هبداية تقنية. سؤال يطرح نفسه، لما تيجي تشتري موبايل بتلاقي دايما كده ايه انواع الشاشة، تلاقي واحد بيقول لك دي تي اف تي، دي ال سي دي، دي اي بي اس، دي اوليد، لا دي اموليد، دي سوبر اموليد، يعني ايه بتلاقي حاجات كتير كده وانت بتتوه في النص. خلونا النهاردة نحاول نبسط القصة دي ونبسط لكم الموضوع ونقول لكم من الاخر خلاصة في قصة الشاشات دي. يلا بينا نبتدي. الشاشات يا ابو الحاج نوعين، ال سي دي وال اي دي، هم دولة النوعين الاساسيين ما عندناش غيره. خلينا نبدأ بالنوع الاول الا وهو ال ال سي دي. ال ال سي دي هي اختصار لكلمة اسمها ليكويد كريستال ديسبلاي. ما تسألنيش يعني، هي حفظتها بالعافية أصلا. باختصار كده الديناميكية الشغل بتاع ال LCD هي لمبة كبيرة حاطينها تحت الشاشة تفضل منورة يا معلم يا معلم يا معلم، فطول ما انت مشغل الشاشة اللمبة الكبيرة اللي تحت الشاشة دي منورة، ده اختصار كده لل LCD. طيب ال LCD دي بقى نوعين، النوع الأول TFT LCD. ايه TFT ده يا معلم؟ بص يا بالحاج، TFT ده اختصار Thin Film ترانزستور، وبرضه ما تسالنيش وتحرجني يعني ايه بالعربي، لان انا بقول لك حافظهم بالعافيه وقاعد بحفظ فيهم بقالي 3 4 ايام. لكن باختصار كده ال تي اف تي ال سي دي دي ما انصحكش تجيبها، هي اصلا تقريبا بطلوا يعملوها، لكن يعني موجوده كده في الفئه الاقتصاديه اللي هي ايه الموبايلات الرخيصه شويه. عيبها الرئيسي هي مستهلك شره للبطاريه، بتاكل البطاريه قبل حاجه. والعيب الثاني في ال تي اف تي ال سي دي دي زاويه الرؤيه، بمعنى انك لو مسكت الموبايل من الجنب كده مش هتشوف حاجه. هي ميزه بيني وبينك يعني، لو قاعد كده بتلعب بديلك ولا حاجه وانت المدام جنبك مش هتعرف تلقط انت بتعمل ايه. بس بشكل عام هي تعتبر من الشاشات السيئه واللي تقريبا بطلوا ينتجوها، يعني لو بتنتج هتلاقوها في الفئات الاقتصاديه التعبانه خالص، فسيبك منها. النوع الثاني في ال سي دي اي بي اس ال سي دي، ان بليس سويتشنج. والال سي دي احنا قلناها بقى اللي هي ليكويد كريستال ديسبلاي. طب الايه الاي بي اس دي؟ هي يعني نقول تحسين شويه، لا تحسين جامد للتي اف تي، ومعظم موبايلات الميد رينج هتلاقيها بتستخدم الاي بي اس دي. ابل نفسها لحد ايفون 11 كانت بتحط الاي بي اس ديسبلاي. طب زادت ايه عن التي اف تي؟ زودوا الدقه شويه وبقيت تقدر تشوف من زوايا، يعني لو دلوقتي مراتك تقدر تقفشك، يا الله الف مبروك الف مبروك يا مدام، بتقدر تقفشي جوزك اهو. وزي ما قلنا الاي بي اس هتلاقوا معظم الموبايلات الميد رينج بتستخدمها، وهي شاشه في المجمل جيده مش وحشه، لكن لسه عندها العيب الرئيسي انها مستهلك شره للبطارية. النوع الثاني ال اي دي، ما اعرفش اختصارها ايه بصراحه يعني، بس سيبك من ال اي دي، هو نقدر نقول الاوليد. دايما تسمع يقول لك دي شاشه اوليد، دي شاشه اموليد، دي شاشه دايناميك اموليد، الكلام ده كله. اوليد اختصارها، ركز معايا بقى علشان الكلمه اللي هقولها دي حاجه ايه يعني، لما لو قلتها تبقى من العمد. اورجانيك لايت ايميتنج ديود او ديود، مش عارف ديود ولا ديود، يعني لو في حد في الانجليش كويس يبقى يصحح لنا النطق، انا كسلت اخش على جوجل ترانسليت الصراحه واسمع نشوفها بتنطق ازاي. الاوليد نفسها بقى يا عم الحاج مقسومه اثنين، خلينا في النوع الاول منها الاموليد، او معظم يعني هي دي معظم الموبايلات بين الميد رينج والفلاج شيب يعني هتلاقوها بتستخدم الاموليد. الاموليد اللي هي اكتف
ماتريكس ونفس الكلام بقى اللي احنا قلنا كده اللي هي الاورجانيك لايت ايميتنج ديود. طب ايه اللي يميز الاوليد دي عن ال LCD؟ لا كتير 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 حاجات كتير يا بالحال. ايه هي بقى الحاجات الكتير دي؟ يعني زي ما قلنا في ال LCD كان فكرتها الرئيسيه ان في لمبه كبيره معلم تحت الشاشه، اول ما الموبايل يفتح تقوم اللمبه منوره وتفضل شغاله. فانا قلنا الايه البطاريه معلم بتتقتل. جم بقى الاوليد الفكره الرئيسيه بتاعتها، لا انا مش هنور الشاشه دي كلها، انا كده ورا كل بيكسل، خدت بالك انت، ورا كل بيكسل احط لي لمبه صغننه، او مش لمبه بمعنى اصح كل ما الكهرباء تعدي تحت البيكسل اللي انا عايزه ينور ينور، فبالتالي يوفر كتير جدا. طب بس كده يا عم الحاج؟ لا كتير، لسه في حاجات كتير يا عم، لسه انا جاي لك في الكلام. اتقل اتقل على رزقك. سطوع افضل، زوايا رؤيه احسن طبعا، واخف في الوزن. يعني بقت ال LCD كانت تقيله شويه، لا يعني نقول السماكه بتاعتها قلت فوزنها خف اكتر. واهم حاجه سرعه استجابه الشاشه، سرعه الاستجابه الشاشه لللمس بقت اسرع كتير جدا من ال LCD. تسكت الاوليد على كده؟ لا خلبوص خلبوص الاوليد ده. الاوليد عمل ما استفاش بالاموليد وقال لك هعمل السوبر اموليد. طب ايه الفرق؟ ايه الفرق بين الاوليد والسوبر اموليد؟ اهم حاجه اتعملت من الفرق بين اهم فرق بين الاوليد والسوبر اموليد كان تحسين استهلاك الطاقه، يعني بقى يوفر كمان في البطارية. والتاني اهم حاجة واللي عمل النقلة الكبيرة، النحافة عمل رجيم، الشاشة بقت رقيقة خالص. طب ايه الاستفادة؟ ايه الشاشة بقت رقيقة خالص؟ لا يابا الحاج، استفادة كبيرة كبيرة خالص خالص مالص. الاستفادة اللي هنستفيدها لما السوبر اموليد بقت رقيقة خالص، واحد سرعة استجابة اعلى، تاني حاجة الايدج، الحاجات اللي خوتنا بها الموبايلات الفلاج شيب انها تخليها لك ايه مكورة كده من الجنب، ده بفضل السوبر اموليد. ثالث حاجة البصمة اللي ورا الشاشة، معرفش بيسموها الالتراسونيك باين، مش عارف مش فاكر بالظبط اسمها ايه. المهم بفضل ان الشاشة بقت رفيعه جدا قدرت تعمل بصمه تحت الشاشه. واخر حاجه سرعه الاستجابه، بقى سرعه الاستجابه اعلى بكتير جدا من الاوليد. شفت بقى بالحاج السوبر اوليد مهمه ازاي. نيجي لتالت نوع من الاوليد ديسبلاي وهي الدايناميك اموليد، هي السوبر اموليد بس مع بعض التحسينات والحبشتكنات. ايه الحاجات اللي زودتها الدايناميك اموليد عن السوبر اموليد؟ دقه شاشه اعلى، السطوع بقى اكبر بكتير، هو برايتنس عالي جدا عن السوبر اموليد، اصبحت تدعم الاتش دي ار 10 بلس. ايه الاتش دي ار ده؟ اتش دي ار ده اللي هو الهاي دايناميك رينج، هنبقى نتكلم فيه في حلقه منفصله كده، في فيديو منفصل، انا مش عايز اخوتكم بيه دلوقتي. لكن باختصار كده يعني تقدر تقول ايه، بيظبط الالوان، بيظبط الاضاءه مع الظل، مع المهم بيطلع لك الصوره رايقه وحلوه وموز الموز. وبس كده ايها الهبيده، دي كانت اول حلقه من هبدات تقنيه، يا رب تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، لان في بعض الاشخاص اللي انا عارفهم بيقولوا ما بنفهمش منك حاجه يا عم الهبيد، الناس دي مغرضه، انت اللي مش بتذاكر. المهم في اخر الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك، تعملوا سبسكرايب، ولو فضيت كده ما تنساش تفعل النوتيفيكيشن بيل. وبس كده، والسلام عليكم.